قالت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قصفاً جوياً للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة منازل في بلدة جباليا شمال قطاع غزة أسفرت عن سقوط 35 فلسطيني وإصابة العشرات. كما ذكرت الوكالة بأن 11 فلسطينياً سقطوا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة جباليا. وأضافت بأن الطواقم الطبية انتشلت جثث 24 فلسطيني وأكثر من 90 جريحاً على الأقل جرى تدمير طائرات إسرائيلية منازل في شمال القطاع. وفي ذات الصدد قالت وسائل إعلام فلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلاً في مخيم نصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة أسفرت عن مقتل 24 شهيداً وإصابة العشرات غالبيتهم من النازحين. وفي ذات الصدد دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مايا الكيلا إلى إجراء تحقيق دولي رداً على ورود معلومات حول قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بدفن مواطنين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع. وأضافت الوزيرة بأن المعلومات والشهادات الواردة من المواطنين والطواقم الطبية والإعلامية تشير إلى قيام الاحتلال بدفن مواطنين أحياء في ساحة المستشفى. ودعت الوزيرة العالم إلى التحرك الجدي لكشف ملابسات الجريمة وعدم التهاون مع المعلومات التي ترد من قطاع غزة عن الجريمة. وبيّنت الوزيرة بأن قوات الاحتلال تعمدت إخراج الجرحى من مستشفى كمال عدوان إلى العراء في ظل أجواء البرد الشديد، كما اعتدت على الكوادر الطبية مشكلة تهديداً جدياً على حياة الجرحى والمرضى بحسب الوزيرة. كما لفتت إلى أن جيش الاحتلال دمر الجزء الجنوبي للمستشفى مؤكدة وجود 12 طفلاً في داخل الحضانات بالمستشفى دون تموينات غذائية بعد منع جيش الاحتلال إجلاءهم. وعلى المستوى الأممي أعرب المفوض العام لوكالة الأنوروا فيليب لازاريني عن شعوره بالصدمة بسبب الطريقة التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع ما يجري من انتهاكات في قطاع غزة. وأكد لازاريني على منصة إكس بأنه على العالم أن يعيد النظر في رؤيته للقيم الإنسانية، مشيرا إلى تخاذل المجتمع الدولي تجاه غزة، وأشار إلى أن ما يجري يتطلب الغضب الإنساني العالمي. كما لفت إلى أن تجريد المدنيين من إنسانيتهم وعدم التعاطف معهم أمر صادم. وأكد لازاريني بأن قطاع غزة معزول عن العالم منذ 4 أيام بسبب مشكلات كبيرة في أنظمة الاتصالات جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة. وفي ذات السياق أكدت وكالة الأونروا بأن استمرار القصف العنيف على قطاع غزة إلى جانب فرض قيود على دخول الإمدادات الإنسانية يعيق تقديم المساعدة للمدنيين. وأكدت الوكالة بأن القطاع أصبح مقبرة لسكانه المحاصرين بين الحرب والحصار والحرمان. وفي ذات الإطار حذرت منظمة الصحة العالمية من انهيار وشيك للقطاع الصحي في شمالي قطاع غزة جرى مواصلة جيش الاحتلال الهجمات والحصار. وبحسب وسائل إعلام محلية أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن 4 مستشفيات من أصل 24 تعمل بشكل جزئي أو محدود في شمالي القطاع وسط أوضاع إنسانية مأساوية. ودعت المنظمة وفق بيان لها إلى ضرورة تأهيل مستشفى الشفاء بشكل عاجل لخدمة المحاصرين. وفي وقت سابق أكدت المنظمة مشاركتها مع الأمم المتحدة في تسليم إمدادات صحية إلى مستشفى الشفاء الأكبر في شمال القطاع وتقييم الوضع الصحي في المستشفى. كما أشارت إلى تسليم المستشفى أدوية ومعدات جراحية عامة ومتخصصة إلى جانب تسليم مواد التخدير وعقاقير إلى المستشفى الذي يعمل بالحد الأدنى من الطاقة التشغيلية بحسب المنظمة. وعلى المستوى الإنساني وصلت سفينة المساعدات الإماراتية وعلى متنها أكثر من 4000 طن من المواد الإنسانية إلى مدينة العريش تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة. وتأتي الخطوة ضمن عملية الفارت الشهم الثالثة الإنسانية لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع. تحمل السفينة التي انطلقت من ميناء الفجيرة أكثر من 3465 طنا من المواد الغذائية وأكثر من 420 طنا من المواد الإيوائية، إضافة إلى أكثر من 130 طنا من المساعدات الطبية التي تم تأمينها من قبل الأدرع الإنسانية الإماراتية،
كما شهد وصول السفينة عدد من المسؤولين الإماراتيين والمصريين رفيعي المستوى في مدينة العريش بمنطقة سيناء شرق الجمهورية المصرية.